هلو، هسه بنروح نستد أريز أمين تو دايمنشنال أريز. تو دايمنشن أريز. هسه هدول كيف مرتبين بالذاكرة؟ مرتبين بالذاكرة زي هيك A0 مثلا 0 A0 1 A0 whatever for this array 0 1 0 طبعا وهاي A1 1 فهون بده يكون عندنا واحد اثنين واحد اثنين ثلاث من صفر ويل واحد اثنين ثلاث أربعة فهي الزيرو elements A00 A01 I1 elements فمرتبين زي هيك بالذاكرة ورا بعض أو مصفوفات. هسا كيف بدنا نعمل هون؟ كيف احنا نمثلهم؟ أحسن من هاي الرسمة اللي هون. بنروح بنحط هون ال أو هاي مش مظبوط هون. هاي الكولومن بنروح هيك كولومن بنسميه. هاي كولومن زيرو وهاي كولومن واحد. هاي كولومن رو 0 ار 0 و ار 1 هسه 1 2 هاي 1 2 بعدين 3 4 فهاي فيرست رو هون وهاي سكند رو هذا الفيرست كولومن وهاي سكند كولومن هسه ار 0 و سي 0 هي 1 يعني A00 فهون عندنا هاي 0 كولومن 0 رو 0 والرو 0 كولومن 0 هي 1 كولومن 1 ورو 0 هي 2 اوكي هسه R1 أمين كولومن 0 R1 هي 3 هاي R1 وهاي كولومن 0 هون ثلاثة R1 و C1 هي أربعة هاي 1 1 4 هسا نعمل هدول نفس الإشي ال characters بصير كمان نعمل الأريه بهذا الأسلوب فهاي first row وهاي second row نروح لهون زي هيك نروح first row AB second row BC I mean what's AB BC فهذا ال column هون 0 1 C 1 هاي الرو R0 R1 طبعا نفس الاشي لو عملت زي هيك مثلا هاي CC 0 0 شو راح تصفي؟ راح تصفي A ال value و CC 0 1 الرو 0 والكولومن 1 راح تصفي B هسه هون C C 1 0 كولوم الرو 1 والكولومن 0 راح تصفي ايش؟
بي كمان هاي بي والسي سي هذا اللي بنشتغل عليه هون سي سي 1 1 أعصب في سي الفاليو اللي فيه اللي هي هاي فهاي first row هاي second row نمثلهم زي هيك أسهل بالأريز من أن نعملهم زي هيك هسا لما نتبعهم نروح لهون هاي علمنا الأريه بهذا الأسلوب هاي first row so هاي A B وهاي second row B I mean B و C هسا for int R0 R less than 2 R plus plus okay so R less than 2 is true لأنه عرفنا هون فندخل على اللوب اللي بعده هون int C0 so C0 C less than 2 true ندخل C out C C 0 0 وبنروح لهون 0 0 اللي هي هاي اوكي هاي كولمن 0 رو 0 رو 0 الاول رو لان الرو ابطا هي الخارجي هذا الاسرع الكولمن لانه الداخلي فبالتالي يعني بده يغير ستيتس بروح بعمل لوب خلال كل الكولمنز هون بعدين برجع بزيد الرو بطلع على الاوتر بدي اللي هون على الاوتر لوب بزيد العداد طيب شو بصير عندنا؟ طبعا نطبع هاي شو نطبع؟ نطبع A أمين هون وبعدين Space بعدين ننزل بعدين نزيد هاي R++ وزاد الكولمن واحد فنروح لهون والR بعدها زيرو لسه هون نحط R C سو هاي زيرو وهاي زيرو عملنا أول وحدة هسه رجعنا للكولمن سوري مش هون بنروح بنروح لهون بس نتبع من أول جديد أول لوب هذا إيش بنسوي في R بنحط فيها زيرو بعدين هل زيرو أقل من اثنين يس ندخل هاي صار عندنا سي جديدة أو لوب داخلي for int c equal zero فنحط c تساوي زيرو هل c أقل من اثنين ترو ندخل نطبع c out زيرو زيرو لأنه هسه زيرو زيرو فنروح على a نطبع a هو هسه space ونطلع بنروح على النكست على البادي هون نهاية الفور لوب الداخلي هذا وين بودينا على اللوب على الكاونتر الداخلي اللي هو بعدين بنروح لهون سو سي بلس بلس شو صارت هاي واحد هاي بضلها زيرو هسا واحد اقل من اثنين ترو ندخل على السي اوت ستيتمنت سو بالستيتمنت هاي ار فيها زيرو وسي فيها واحد فهاي ار زيرو هون رو زيرو هون والكولم واحد هون فال بدها تكون بي هسا اند اوف ذا لوب بنروح على الكاونتر صارت سي اثنين بس اثنين مش اقل من اثنين وين بتودينا طلعنا من اللوب بعدين بودينا على next statement اللي هي سي اوت اند واحد بنبلش سطر جديد هسا ننزل هاي نهاية اللوب الخارجي بتودينا وين على الكاونتر الخارجي سو ار صارت واحد هاي كانت زيرو هسا صارت واحد بلش من اول جديد وندخل لما دخلنا هون شو صار سي تساوي زيرو وندخل هسا 1 0 يعني هاي ال R 1 و C 0 ف 1 هاي R
والسي زيرو هيها هون، فهاي اللي بنختارها فنطبع بي كمان مرة. اوكي هسا ننزل نهاية اللوب هون الداخلي، وين بودينا؟ بودينا على اللوب كاونتر الداخلي، ف سي بلس بلس شو صار فيها؟ فزادت واحد، هاي بضلها واحد. هسا ندخل لأنه واحد أقل من هون، واحد أقل من اثنين، ندخل على الجملة هاي سي أوت آر واحد واحد، فهاي الرو واحد هون موجودة هاي، والكولم واحد هيو هون، فواحد واحد بالصف في هاي، فهون نطبع سي. اوكي سو نروح نرسم الرسمة عشان اللي عليها هذا لان تو دايمنشنال، فنروح نعملها بدل ما نعملهم زي هيك A0 0 A1 1 0 1. فنروح نرسم الماتريكس هاي المصفوفة، فأنا تلاحظ هاي 2 dimensional، so هاي ال C هون 0 common 1 common، والرو هاي 0 1 ال R، so أول اثنين هون لأنه 2 by 2 فعلا 2 by 2 أول اثنين 1 2 فبطلع 1 2 بال first row، وهذا 3 4. هسا لما نروح على اللوب بدنا نتبع R0، فبروح نخلي R فيها 0 بما ما فيش داعي نتبع هون، نتبع هون قلنا بس هون للتمكين، فهون عندنا R0 بعدين دخل 0 أقل من 2 دخلنا وخلقنا C وحطينا فيها 0 بهاي الجملة، يعني دخلنا حسب الباينري كونديشن فصار عندنا 0. هسا فور ان سي ايكوال زيرو عملناها سي اقل من اثنين ندخل لها اي ار زيرو زيرو، فزيرو زيرو هيها هو، فنطبع ايش؟ واحد. هسا نهاية اللوب الداخلي بتودينا وين؟ على الكاونتر للوب الداخلي، سو صارت هون واحد. هسا واحد اقل من اثنين يس، فهاي ترو ندخل، فعندنا كورنا R0 هاي القيمة هون، و C فيها واحد، هاي R0 C واحد، فنطبع اثنين. هسا نهاية البادي وين ودينا لهون؟ C++ فصارت اثنين، اثنين أقل من اثنين فولس، فطلعنا على النكست ستيتمنت بلش بسطر جديد. هسا بلشنا بهاي نهيناها، فنروح على هاي، بس هاي بنسكر اللوب الخارجي اللي هو، فنروح على الكاونتر الخارجي فنزيد R فصارت واحد، وندخل ونبلش من أول جديد بـ C، C صارت زيرو. الواحد أقل من اثنين ترو، ندخل A 1 0 1 وهي 0 هون الكولمن وهي الرو، سو 1 0 اوكي، ف 1 0 هي 3 فنطبع 3. معناتها هاي الجملة بنروح على البادي، البادي وين بنرجعنا لهون؟ نتذكر انه الباينري كونديشن هاي اللي بتطلعنا خارج اسم اللوب، فسي بلس بلس فصارت واحد، هاي ظلت زيرو، ايش صار عندنا؟ ابساي واحد. ندخل كمان مرة على خلص، لأن صارت لما نزيدها بصير اثنين، اثنين اقل من اثنين فولس، فنهايتها راح نطبع هون ايش؟ اربعة. لأنه واحد واحد هي الرو واحد والكولم واحد، طبعا دائما نبلش باي الرو هون بالداخل وهاي الكولم زي هون. اوكي لو رحنا عملنا ران لهذول اثنين هيعمل ران،
بطلع AB BC 1 2 3 4. اوكي سو وقف هسه واشوف لوب ثاني.